اهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. ليلة صافية رائعة، جو كورة، جو كورة يا جماعة. لو كنت مكان اللاعبين سأسجل هاتريك في مباراة اليوم. كل شيء جاهز لمتابعة ممتعة. يا إلهي على هذه الأجواء الجميلة، منتظر كرة قدم ممتعة، ننتظر أداء اللاعبين، أقدام اللاعبين، الأهداف، المتعة، المستوى العالي في مباراة اليوم. لا شك أيضا أنه هذه المشاهد من أفضل الأشياء اللي ممكن يشاهدها عشاق كرة القدم، المشاهد الرائعة جدا في المدرجات، الجنون اللي عند المشجعين، الشغف العالي، الآهات، الصوت العالي، الدعم الكبير، يا لها من أجواء جنونية في المدرجات. وركلة البداية، يسعى لعبها مباشرة إلى الأمام. حكيم زياش، زهير فضال، كرة للمنطقة الأمامية، يلعبها إلى الأمام. اعتراض في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. إمكانية مرتدة الآن، يلعب كرة بينية، عرضية داخل منطقة الجزاء، أمام فرصة للتسجيل. الله، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ كرة طولية إلى الأمام، يقطعها في الوقت المناسب، أداء رائع جدا من المدافع. كرة طويلة للأمام، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ ينجح في بعادها عن مناطق الخطورة، زهير فضال، قلب الأسد، يبعد الكرة بشكل رائع. منافسة قوية جدا جسديا بين اللاعبين، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، تمريرة جميلة. يلعبها لمنطقة الخطر، ضغط قوي وينجح في استعادتها. وأجمل بينية، أبعدوها، تشتيت الكرة، ينطلق بمجهود فردي. حكيمي، والآن الكرة ملعوبة للأمام، الكرة ملعوبة إلى الأمام، كرة إلى الأمام في طريقة إلى المرمى، هذه كرة تسديدة، صافرة الحكم تنطلق وتعلن نهاية الشوط الأول.
سنتابع معا أحداث الشوط الثاني. يبدأ الشوط الثاني بنتيجة التعادل، تعادل أبيض بدون أهداف. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، تلعب الكرة إلى الأمام، الكرة للأمام، ينطلق إلى الأمام بسرعة، يستمر في المحاولة في الركض بالكرة، زياش، الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة، يلعب كرة بينية طويلة. المغرب يحاول إيجاد حل تغيير على أمل تحسين وضعيته في المباراة. كرة طولية مباشرة للأمام، يبحث عن المهاجم، ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة، يلعب الكرة للمنطقة الأمامية، خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها، يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية، يلعب كرة طولية، نصيري في موقع جيد استغلال المساحة، المسافة وأيضا مرتدة، تعود الكرة إليهم مرة أخرى، موجود لإبعاد الكرة، الكرة ملعوبة من مسافة، يلعبوها للأمام، كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله، حكيمي، حكيمي يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع، يلعب كرة طولية، كرة طولية إلى الأمام، هذه هي صافرة النهاية، هيا بنا إلى ركلات الترجيح، ركلات الحظ، المعاناة، البعض يعتبرها الموت البطيء كرويا، رغم الاندفاع البدني القوي الأداء الكبير لكن النتيجة لا زالت 0-0، مباراة 0-0 أفضل من مئات المباريات بأهداف.